عقدت حكومه دوله الامارات العربيه المتحده مساء اليوم احاطتها الاعلاميه الدوريه للاعلان عن اخر مستجدات فيروس كورونا كوفيد 19 وكانت لمعالي عبد الرحمن العويس وزير الصحه ووقايه المجتمع كلمه وجهها لافراد المجتمع في بدايه الاحاطه. خلال المرحله الماضيه التزمنا باستراتيجيتنا الاستباقيه والهادفه لزياده عدد الفحوص الطبيه واكتشاف الحالات بشكل مبكر. وعلاجها. قام اخوانكم ابطال خط الدفاع الاول بجهود كبيره وعمل متواصل على مدار الساعه للاسهام في نجاح هذه الاستراتيجيه. اليوم نعلن ولله الحمد وبفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيده عن تجاوزنا اكثر من 5 مليون فحص لمرض كوفيد 19 في الدوله. ايضا الاكتشاف المبكر للحالات مهد الطريق للجزء الثاني من استراتيجيتنا. وهو علاج الحالات واستخدام بروتوكولات متطوره حتى وصلنا بحمد الله لنسبه شفاء تبلغ 90% وهي من بين الاعلى عالميا في مسار تطوير اللقاحات حققنا بالتعاون مع مجموعه كبيره من شركائنا الدوليين تطور ملحوظ في المرحله الثالثه للتجارب السريريه واللي انطلقت مثل ما تتذكرون خلال شهر يوليو الماضي ان شاء الله راح نستمر في اطلاعكم على النتائج والمستجدات أخيراً التزامكم راح يصنع الفرق ويكون عامل رئيسي لدعم عمل فرق خط الدفاع الأول والحفاظ على الإنجازات والنجاحات اللي حققناها في الفترة الماضية. عدم اتباع الإجراءات الاحترازية والقيام بالزيارات العائلية والتواصل دون مراعاة التباعد الجسدي هو أكبر تحدي في مواجهتنا مع مرض كوفيد-19. بالتزامكم سنصنع الفرق ان شاء الله